السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب تكونون بخير. اليوم فيديو جديد حول ميناء الفاو الكبير، وإن شاء الله الرصيف الثالث والجدار الكونكريتي، مع المتحدث الإعلامي الخاص بقناة الفاو الفضائية يشرح التفاصيل ويراويكم آخر الأعمال. تحياتي لكم وشكرا. بعدين تحدثنا حول عمليات دق الركائز، وتحدثنا حول موضوع البنى التحتية بالأرصفة، الرصيف الأول والثاني. الشباب هنا وصلوا إلى دق الركائز بالرصيف الثالث، حاليا مبلشين به. اليوم هنا نتطرق بجدار الكونكريتي. مثل ما جاي تلاحظون، العمل مستمر بجدار الكونكريتي اللي يكون بعد الركائز، والمساحة اللي بين السد وبين جدار الكونكريتي راح تنطمر مثل ما ظاهر بالصورة. طبعا هنا ينزلون حجر، بعدين ينزلون مادة السبيس، بعدين ينزلون أكياس مثل ما ظاهر هنا بالصورة، أكياس بهذا الشكل للحماية أو الوقاية من الأمور الخاصة بالمياه، الأملاح وغيرها. نهاية ساحة الحاويات هو الأبيض اللي بعمق الصورة، هو نهاية ساحة الحاويات. العمل مستمر بساحة الحاويات، تقريبا وصلوا لمنتصف هذه الساحة اللي يبلغ حجمها بحجم مساحة 120 ملعب كرة قدم، بالإضافة إلى أن تمتد على مسافة 2000 متر وبعرض 550. مثل ما ذكرنا سلفا، هذه هي الأعمال مستمرة متواصلة بوتيرة عالية جدا. بصراحة فشيء يفرح، والعمل متناوب مثل ما جاي تلاحظون. يعني العمل بهذه الفقرة هو بجدار الكونكريتي، بالفقرة الأخرى اللي هو دق الركائز وبهذا الشكل. إن شاء الله ما بقت إلا يعني أشهر قليلة إن شاء الله تكمل عمليات دق الركائز للأرصفة الخمسة، والأعمال مستمرة بإكمال البنى التحتية لهذه الأرصفة، وبلشوا الشباب بالرصيف الأول والثاني.